اهلا بكم من جديد. الحقيقه يعني انا معايا الصديق العزيز الاستاذ احمد الطهري، ورغم انه في البرامج يعني يقعدوا الجماعه بتوع الايه التقاليد والبروتوكولات والقواعد كده يقعدوا يقول لك يعني ما ينفعش انت مستضيف يعني صديقك، فمساله ما ينفعش تبقى باينه كده لا، بس انا مش هينفع نلتزم بالحكايه دي. دكتور حبيبي، الحقيقه الموضوع مهم جدا، ويمكن احمد من انسب الناس تتكلم فيه، لانه هو يعني اذا جاز التعبير هو معجون بنيويورك والامم المتحده، ويعرف كواليس ما جرى، وعنده كمان توقع لما يمكن ان يجري. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك، ومبروك على النادي الدولي. الله يخليك، مبروك عليك، والف مبروك على 90 دقيقه، ولو انها متاخره بس علشان اول مره. حبيبي احنا انت عارف ان نستغل البرنامج للدعايه للنادي الدولي، لانه احنا في ده موقع بحثي محترم جدا، استاذ احمد بيرأس تحريره، وانا برأس مجلس ادارته يعني في بيتها يعني. خلينا نبدا معاك من النقطه، احنا دي المره الرابعه اللي الرئيس يشارك في الاجتماع الجمعيه العامه للامم المتحده، دي دوره 72، تمام مش كده؟ طيب احنا هنرجع للدورات الثلاثه اللي فاتوا، انطلاقا من ان احنا هنقول انت متوقع يبقى شكل الاجتماع المره دي عامل ازاي، خاصه انه في ناس بتقول لما عرفوا ان هو الرئيس مش هيقعد اكتر من 3 4 ايام، مقارنه بانه مثلا قعد 8 ايام المره اللي فاتت، فانت عارف ناس بتحب تفتي ويقول لك لا ده هو ايه هيخلص بسرعه ويرجع قبل ما يعملوا كماشه، لانه بتوع حقوق الانسان وبتوع مش عارف ايه، وفي دول مستنياه. يعني قول لنا انت. اولا مشاركه السيد الرئيس في اعمال الجمعيه العامه بدايه من سبتمبر 2014 لحد سبتمبر الجاري في 2017، لما تيجي تنظر ليها نظره شاملة بتعكس كل سنة التطور الجاري في مصر سواء داخليا أو خارجيا. بالمناسبة الرئيس السيسي في منهجه في السياسة الخارجية جزء رئيسي منه أو الأرض الصلبة اللي بيقف عليها الداخل المصري من أول لحظة. الداخل المصري يعني هو لما بنى استراتيجيته في السياسة الخارجية، وهي خلاص استراتيجية بقت واضحة المعالم بعد 3 سنين من الحكم، بيعتمد في الأساس رقم واحد إن تبقى دولة، الدولة دي مستقرة، عشان أحقق الاستقرار ده عندي عنصرين، عندي عنصر الأمن وعندي عنصر الاقتصاد، الاقتصاد ده هيأهلني إن أنا يبقى عندي استقلال في قراري الخارجي أو القرار الوطني، وبالتالي هو كمان الاختيارات بتبقى واضحة، وفكرة قرار إنه بيستقر من خلاله على اختيار ما المسألة واضحة بالنسبة لي بالظبط. وبالتالي هو من بداية الحكم أول ما أعلن على إجراءات الإصلاحات الاقتصادية ده على طول مؤشر في السياسة الخارجية إن هو رايح لمسألة استقلال القرار الوطني، مش معنى كده إن العقود السابقة كانت تبعية والكلام ده كله، لكن العملية كلها في أي دولة على الأرض بيبقى عندها في سياستها الخارجية مساحات من الرفض. اللي حصل إن إحنا بعد 2011 مساحة الرفض دي تأكلت، وفي فترة الإخوان دخلنا في مرحلة عمالة، فالمشهد بالنسبة له كان صعب جدا، وبالتالي انطلق. لما نروح لمشاركاته في الجمعية العامة، نبدأ من أول مشاركة في 24 سبتمبر 2014 اللي هي ده كان تاريخ أول خطاب ليه في الأمم المتحدة. بس الظرف هنا كان صعب شوية، يعني الظرف الداخلي كان صعب شوية، ظرف داخلي وظرف خارجي. انت خارجي كان في محاولات لفرض حصار، واحنا النهارده لما بنيجي نتكلم في 2017 الناس اللي ارادوا الحصار بمصر، احنا النهارده بنتكلم ولندن كان فيها قصه كبيره بالنسبه لقطر. صحيح طيب هو لما راح في سبتمبر 2014 المنطلقات كانت عنده ايه؟ اولوياته كانت ايه؟ اول حاجه اكد ان وجوده تجسيد لاراده شعبيه، وربط ما بين ثوره يناير وثوره يونيو. فالمشاركه دي كان عنوانها تقدر تعتبرها كده شرح للامر الواقع في مصر. 2 شرح ان الطريق لثوره يونيو والتغيير في مصر جزء من تغيير حقيقي يجب ان تشهده المنطقه ضد التطرف والعنف باسم الدين. بعد كده راح لمنطقه شرح كرئيس جديد بقى، شرح
شخصية مصر وتاريخ مصر، بحيث أنه ينافي الصورة اللي كان رسمها مرسي في الجمعية العامة باعتباره رئيس مذهبي. ثم بعد ذلك تحدث عن صياغة العقد الاجتماعي الجديد في الداخل المصري واستهداف بناء دولة واستعادة مؤسساتها، وأن الدولة دي مدنية ديمقراطية. وبعدين حدد قضايا بعينها كانت في طليعتها مواجهة الإرهاب، ثم حدد مجموعة من الأولويات في سياسته الخارجية. هتلاقي حضرتك من سنة لسنة الأولويات دي بتتبدل. يعني في 2014 الرئيس ابتدى بدوائر الأمن القومي المباشرة لمصر، اتكلم عن ليبيا وطرح مبادرة للحل السياسي في ليبيا، وأكد على خطورة تسليح أو تهريب السلاح للمتطرفين في ليبيا. ثم مرور كريم كده على سوريا، وأكد على الموقف المصري الثابت الخاص بوحدة الأراضي السورية. وبعدين اتكلم على التطورات في العراق ومواجهة داعش، وقبل ما يختم كان بيتكلم على ثوابت مصر ناحية القضية الفلسطينية. وبالتالي هو راح 2014 رتب صورة الدولة اللي هو الدولة اللي هو راح يمثلها داخليا وخارجيا. وخارجيا لم يشتبك، ولكنه وضع أولويات، والأولويات دي مناسبة لحالة مصر داخليا وخارجيا في 2014. طيب تمام، نروح بقى في 2015. 25 سبتمبر 2015 كان معاك كلمة. شوف المرة الأولانية في 2014 دي كان رغم إنه الظرف الداخلي، أنت عارف كان المد العمليات الإرهابية ضخم جدا، والظرف الخارجي حالة الحصار ولسه في نوايا سيئة جدا الدول بتصيغ علاقتها بيك على أساسها، لكن كان في حالة من الزهو. يعني كواليس ما جرى فيه، لانه كان في عدد كبير جدا من الشخصيات العامه. الثوره اتنقلت، ثوره يونيو اتنقلت لميادين وشوارع نيويورك، ودي تحسب سواء للجاليات هناك ودي مناسبه ان احنا ناكد ان دورهم برضو مهم جدا في زياره سياده الرئيس هذه المره، وهنروح لها بالتفصيل. بس كان في ناس انتقدت حكايه المشهد انه انتقلت الثوره في لنيويورك. لا اقول لحضرتك كان مهم الناس تبقى موجوده، مهم ومهم ان هم يفضلوا موجودين. احنا في الاخر المعركه، وحضرتك اضرب ده، المعركه في الاعلام معركه صوره. خلاص، هم مساله حرب الارصفه اللي هم عايزين يعملوها دي، ان هم يظهروا في الاعلام الغربي ان ده رافعين لافتات وبيقولوا هتافات وانه ده رئيس مرفوض وما الى ذلك. فلما تحصل الصوره العكس، لا معلش، اللي يقول هنا يقول واللي ينظر على الفيسبوك ينظر، فيه في الاخر صورة بتترسم عن واقع في مهم مصر. مهم ده كويس. والبني ادم اللي بيسيب شغله ويجي من ولايه جنب نيويورك علشان يرفع علم بلده، ده انا احترمه. وانه علشان يدعم رئيس بلده انا احترمه، لان هو مش واخد حاجه من ورا ده غير ان هو جاي علشان يرفع علم بلده. صحيح. نروح للسنه اللي بعدها 15. الوضع بقى ابتدى يتغير. كانت الدوله تتحدث وليس الثوره. الرئيس لم يذكر لا ثورة يناير ولا ثورة يونيو. كان يتحدث باسم الدولة المصرية الجديدة. اثنين، تحدث على ما أنجزه الواقع الجديد في مصر، وتحديدا كان افتتاح قناة السويس الجديدة. بعد كده اتكلم على الإرهاب من منطق المبادر وصاحب الخبرة في مواجهة الإرهاب، المواجهة الشرسة مع الإرهاب. وحملت حواراته اللي اجراها هناك تحذيرات مباشره للغرب من مهادنته مع الارهاب. ثم انتقل لمرحله تحديد الاولويات الخارجيه. هتلاقي هنا بقى اختلفت شويه. اتكلم ساعتها على ان ليبيا جزء من الامن القومي المصري، وان مصر ليها الحق في حمايه امنها القومي. بالمناسبه كان وقتها حصلت الحادث بتاع ذبح اشقائنا الاكبر. والرد السريع. تمام. واتكلم عن ليبيا ان مصر ستظل داعمه للمؤمنين، ده نصا للمؤمنين بالدوله في ليبيا. انا هنا بتكلم على دور صريح في ليبيا، وان هي جزء من امن القوم. النبره اختلفت. بعد كده ما مرش على سوريا مرور الكرام، لا ابتدى يتكلم على بوادر دور مصري في الملف
السوري ومحاولة حل الأزمة، وإن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسي. بعد كده، وده ملف جديد ما اتكلمش عنه في 2014، وهو ملف اليمن. في ملف اليمن تحديدا كانت وقتها حصلت عاصفة الحزم والكلام ده كله، فالرئيس اتكلم بوضوح ان دي مسؤوليات على مصر تجاه الامن القومي العربي. ظل اهتمامه بالملف العراقي والشأن العراقي لان ده جزء من تصوره ناحية ما يسمى بمنظومة الامن الاقليمي العربي اللي هي فيها ركائز معينة، وهي العراق وسوريا ومصر. بعد كده بدأ يلمح للسمو المصري في التعامل مع قضية اللاجئين، لو حضرتك تتذكر ان هم بيعاملوا معاملة زي اتكلم بالارقام، حتى ان مصر فيها فيها كام لاجئ واحنا بنعملهم ازاي والعالم بيعملهم ازاي. ثم البند الثابت على اي على اجنده مصر في اي محفل دولي هو التاكيد على الثوابت المصريه من القضيه الفلسطينيه. طيب نيجي بقى للمشاركه في 2016. في 2016 طيب هنا في 2015 بص حضرتك 2014 كانت الشرح اوكي، 2015 كانت الثقه. بتكلم داخلي داخلي وخارجي بالظبط. في 2014 دخلي، في 2015 دخلي قل شويه ولا ما كانش موجود؟ لا الدخلي كان موجود والدخلي كان موجود في 2016 والدخلي هيبقى موجود في 2017. طب ايه اللي اتغير؟ اقول لحضرتك يعني ايه اللي اتغير من من 14 ل 15 في الدخل؟ يعني انت بتتكلم هنا على من 14 ل 15، بتتكلم على انه الشرح توضيح الموقف في 2014 ثم الثقه في 2015. السيد الرئيس اول ما وقف على منبر الامم المتحده بعد ما قال العبارات البروتوكوليه المعهوده، اول حاجه ايه؟ قال انا هنا بصفتي مواطن مصري. كانت الثوره تتحدث في 2014 30 يونيو ثوره يونيو كانت تتحدث في 2014، 2015 الدوله تتحدث. تمام كويس؟ طيب 2016 2016 كان فيها العناصر الاتيه: واحد، التأكيد على أن مصر فرضت إرادتها وحققت الاستقرار واستكملت خريطة الطريق واستعادت مؤسستها. ده رقم واحد. رقم اثنين، أكد على أن مصر ستظل هي ركيزة الشرق الأوسط في تحقيق الاستقرار وفي مواجهة الإرهاب. الأولويات بقى النبرة اختلفت. في سوريا الرئيس كان صريح إن مصر لن تسمح بالمساس بالدولة السورية بوحدة وسلامة الأراضي السورية، والجملة المهمة قوي وأن الإرهاب لن يكون جزء من مستقبل سوريا. يعني الناس اللي بتجهز معارضة في تركيا مش هيوصلوا لحاجة، مصر مش هتسمح لا ده صراحة أنا بلعب دور وأنتم مش جايين. لما جه اتكلم على القضية الفلسطينية ما حطهاش بند، لا دي مصر اللي هي طرف رئيسي بقى في عملية السلام بتستعيد دورها وعايزة تحرك الملف. واتقدمت القضية الفلسطينية في بند الأولويات. ثم بعد ذلك تحدث عن ليبيا باعتبارها قضية أمن قومي مصري صرف، واتكلم على اليمن في جزئية أن من مصر من حقها أن هي تتدخل في مسألة تأمين باب المندب وحرية الملاحة فيه. والأهم بعد كده، ودي كانت أول مرة تذكر، إن الأمن القومي الخليجي جزء رئيسي من الأمن القومي المصري، وإن مصر لن تقبل التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. ثم بعد ذلك هو تحدث في المرتين اللي قبلهم على إفريقيا، الأولى كان بيعزز انتماء مصر في إفريقيا، الثانية كان بيمر على إفريقيا باعتبارنا دولة إفريقية، آخر مرة الرئيس كان يتحدث عن إفريقيا باعتباره صوت إفريقيا داخل الأمم المتحدة. كان بيتكلم بصفته رئيس الدولة اللي هي رئيس مجلس السلم والأمن اللي بتضع استراتيجيات لمواجهة ومكافحة الجماعات المتطرفة في القارة. كنا بالفعل استضفنا مؤتمر في غاية الأهمية لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء، وبالفعل كنا كان في شرم الشيخ بالظبط،
وبالفعل كنا في مجلس الامن ممثلين عن افريقيا، والاهم من ده ان الرئيس ساعتها اكد على ايه؟ ان مصر استعادت موقعها باعتبارها من اكثر 10 دول مساهمه في عمليات حفظ السلام. واحنا معظم مشاركتنا في الدول الافريقيه. توصيفها ايه 2016؟ يعني احنا قلنا الشرح الدور استعادت الثقه الدور. طيب 2017 هتبقى ايه؟ 2017 وده ما اتمناه. يعني انا لو في موقعي النهارده بطرح خيارات لمن يصيغ. خلينا نتكلم الاول على المعلومات ثم التحليل. تمام. يعني ما لدينا من معلومات عن التواجد المصري في دوره 72 بعد تبدا يوم 19. يعني شوف حضرتك، اولا مصر الاستراتيجيه الخارجيه بالنسبه لها واضحه، في تحركات مصر اشتغلت عليها سواء في ملف اليمن منتظر الحصاد بتاعها، في تحرك ذكي جدا تم اول امبارح في الجامعه العربيه. مصر اوريدي كانت اتحركت جوه مجلس الامن وجوه الامم المتحده من رمضان اللي فات، منتظر ان الرباعي العربي يعبر عن تحركاته تجاه قطر باعتبارها دوله داعمه للارهاب في هذه القصه في داخل الامم المتحده. شايف ان الموضوع ده هياخد جزء كبير من الاهتمام؟ صفعه مجرد صفعه. بس انا تقديري، انا لما اشوف بالتطور ده خطاب الرئيس القادم في الامم المتحده هيبقى شكله ايه، هي مش هتبقى تنجيم، بس تقديري انه هذه المره هي التي تسبق الانتخابات الرئاسيه في مصر. وبالتالي الرئيس هيقف امام منبر الامم المتحده عندما يتحدث عن الداخل في مصر، سيتحدث بلغه الواثق الذي انجز خلال الفتره الاولى من حكمه، 1 2 3 بالارقام. تقدير يعني تتكلم انه اقرب ما يكون الى كشف حساب للعالم، كشف حساب للمصريين امام العالم. مش للعالم، مش للعالم، كشف العالم. هو دايما يخاطب المواطن المصري من على هذا المنبر العالمي. وبالتالي هو النهارده هيتكلم بالارقام، استلمتها الوضع كان ايه، تجربه نجاحنا احنا كمصريين مش هو كعبد الفتاح السيسي. طب احنا بنبقى شايفينه من هنا، وبيبقى فيه انت عارف الرأي بيتكون انطلاقا من الموقف السياسي طبعا، يعني من يؤيده بيتكلم بمنطق العقل، بيشوف هو قال ايه وعمل ايه واضاف ايه، ومن يعارضه يعني منطق لن ترضى عنك اليهود والنصارى، يعني مش، ودول الحقيقه ما بقاش مشغولين بيهم قوي يعني، ولا ندخل معاهم في حوارات كتير، لانه انت مش داخل في حوار على امل انك تقنعه بحاجه يعني. لا، من هنا لو سمحت لي يا دكتور نفصل ما بين الخصوم لا وما بين المعارضه. لا الخصوم دلوقتي على الخصوم. لا هقول لك على حاجه، لا هقول لك بالنسبه لي انا في التقدير، ان بالنسبه للتجربه المصريه او المشروع المصري بعد 30 يونيو المساحه ضيقه قوي ما بين الخصوم والمعارضه. صحيح، ضيقه قوي، فيعني ودي متضحه شويه هنا. لكن انا مهم انه في كواليس الامم المتحده، يعني انت كنت موجود في الثلاث دورات مش كده؟ كيف يراه العالم؟ يعني رئيس قوي، يعني رئيس قوي والعالم يحترم الاقوياء. لاحظ حضرتك حاجه، عندنا في على هامش انعقاد الجمعيه العامه متوقع هيبقى في قمه مصريه امريكيه، وهيبقى مر عام على لقاء بين قوسين الكيمياء. ترامب لما قابل الرئيس السيسي المرة اللي فاتت في نيويورك كان ترامب وقتها مرشح صحيح، تمام، وخرج قال في كيمياء جمعتني بينه وبينه. اللي يرجع لحديث احاديث التلفزيون الاجراء الرئيس فيما يخص هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، لما تسأل ايه رأيك في هيلاري كلينتون فاتكلم على كلينتون، قال ان دي يعني في الاخر الداخل الامريكي اللي هيحكم. فلما اتسال على ترامب انت شايفه هينفع رئيس لامريكا؟ قال لهم بلا شك. واضحه. الرهان المصري كان واضح جدا. انا اعرف انه هو خلافا ل
حتى جزء من مستشاريه من مستشاري الرئيس السيسي، خلافا ليهم هو كان تصل الى درجه الثقه ان ترامب هو اللي هيفوز. أيوة. يعني هو مش بس كان مراهن، لا هو كان واثق انه هيفوز بخلافا لكتير جدا من الدايره. على فكره ده انعكس على حاجه، الناس معجبه بدونالد ترامب او مش معجبه، في النهايه هو رئيس اهم دوله بالظبط. وبالتالي لما بتظهر نتائج الانتخابات في حاجات كده بروتوكوليه بيبقى ليها اشارات. عندما يبلغ بان جاي لك اتصال من الرئيس المصري قبل ما يطلع ترامب يقول خطاب فوزه ويستقبل الاتصال ويعلن عن الاتصال، بنتكلم في قصه كبيره قوي يمكن اترجم جزء منها في زياره الرئيس لواشنطن. اه بالظبط. اه بس احنا لسه عندنا شويه مشاكل. علشان نبقى متفقين، احنا لسه مش مرتبين ورقنا 100%. خلاص الدوله بتشتغل باقصى جهد ممكن، بس الولايات المتحده عارف الابواب كتير، فانت بتشتغل رسمي تتعامل مع الخارجيه، والخارجيه ليها مواقف معينه ناحيتك، بتتعامل مع البنتاجون. كان دايما انا سمعت من الدكتور اسامه الباز الله يرحمه، الله يرحمه طبعا، انه لما كانت بتبقى في هذه الزيارات، سواء زياره رئيس لواشنطن للبيت الابيض او مشاركته في الجمعيه العامه، كان هو بيروح لي اللي هي بيوت التفكير، مراكز الابحاث، اللي هو بيبقى في الغالب مسؤولين سابقين في الاداره طبعا الامريكيه، واللي ليهم تاثير على القرار، واللي هم بيشرحوا القضايا وبيشرحوا المواقف، احنا بيشرحوا وضعيات الدول للراي العام الامريكي اكتر من الاداره. بس اقول لحضرتك حاجه، امريكا وتحديدا واشنطن هي سوق للافكار، واكبر سلعه فيها هي الافكار. عندك بيزنس هناك تقريبا مساحته بتوصل لحوالي 2 مليار دولار، اللي هو بيزنس شركات اللوبي والعلاقات العامه. دول معظمهم بيبقوا مسؤولين سابقين، يا في الاداره يا في الخارجيه يا في الكلام ده كله. كويس. كل دول العالم بتتعاقد مع شركات. خلاص. افتكر ان تركيا عندها متعاقده مع 7 شركات، قطر متعاقده مع 4 شركات، واكيد في الازمه اللي هي فيها دي زودت التعاقدات. واحنا اتحركنا في المجال ده، يمكن اتحركنا متاخر شويه بس اتحركنا. هي الفكره انت عايز، انت لازم تحدد نفسك كويس، انت محتاج ايه من الولايات المتحده؟ هل انت عايز تمشي في نفس الاطار القديم، العلاقه بيني وبينهم معونه عسكريه وتأييد في قرار دبلوماسي تبعية في تبعيه اكتر منها؟ هل انت عايز تبعيه اكتر منها تبادليه؟ انا المشهد حقيقه يعني المشهد اللي انا شفته في واشنطن وقت زياره السيد الرئيس، لا مصر طموحها اكبر من هذا الامر. علشان كده لما حصل موضوع الدوشه بتاعه المعونه، رد الفعل المصري كان عقلاني جدا ووضع الامر في اطار في حجمه. ليه؟ انا النهارده لما اجي اتكلم مثلا التطوير الخاص بمنطقه العلمين الجديده او محافظه مطروح، خلاص احنا النهارده دوله بتطمح ان هي يبقى عندها ديزني لاند باستثمارات 5 مليار دولار. بنتكلم في قصه بكلام دائمة. فاضي انت بتتكلم على مليار و300 مليون. لا بس هم بيشتغلوا، هي بس قصه، بس هي فيها لسه في عقد نفسيه بتحكم علاقه حتى الشعب المصري بالامريكان. هو اللي بيلعبوا كده معاك في الكونجرس هم عارفين ان هي طالقه في شنك، بس تدوش. ليه؟ لان هو بيحاول ياثر على المسار الخارجي بتاعك، سواء تجاه الولايات المتحده او تجاه الغرب، بالصوره دي، ان والله هناك مشكله ما في مصر، وبناء عليه بيحاول الكونجرس ان هو يتحرك في اجراء يمثل اجراء عقابي تجاه مصر. هو يدرك ذلك جيدا. ما اتمناه، لان الحكايه مش وزاره الخارجيه بس او سفارتنا هناك بس، لا احنا في عندنا لسه اطر معطله في السياسه الخارجيه. لازم لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان تلعب دور قوي، مش مع الولايات المتحدة بس. أنا عندي مثلا دولة زي الصين، أنا ماضي معاها اتفاق شراكة استراتيجية من ديسمبر 2014، مش الحكومة الصينية هي الفاعلة هناك، الحزب الشيوعي الصيني هو اللي فاعل هناك. يعني لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ده واحد، لازم ينطلق. وإيه لازم يروح
مؤسسات مجتمع مدني كانت بتلعب دور زي المجلس المصري للشؤون الخارجية. ولعب دور كويس قوي قبل 2011، كان بيعمل مسار موازي. لان هو بيت خبرة كبير جدا وفي دبلوماسيين كبار جدا، لازم يرجع الدور ده. لازم نشتبك مع مراكز الابحاث، والمقصود هنا بالاشتباك مش احنا نتكلم معاها. لا، لازم نشتبك مع التفاعل. احنا موجودين. تفاعل بالظبط. ورايحين جايين. والمسؤول ما يتعاملش مع مراكز الابحاث. احنا بنأمل بقى ان النادي الدولي ان شاء الله يكون ليه دور في هذا الموضوع. ان شاء الله. انا كانت مهم جدا الاطلاله دي الحقيقه، ولان الناس احيان كتير ما بتبقاش عارفه هم الرئيس راح ليه ورجع ازاي وبيعمل ايه. في حاجه بس قبل ما اختم، اللي عايز يرصد اي تحرك خارجي لمصر لازم يبقى حاطط في دماغه ان التحرك ده بيتجه باستراتيجية واحدة لتحقيق هدفين. الاستقرار والتنمية ومكافحة الارهاب. ما عندناش هدف تالت. ما هما دول المعركتين الاساسيتين اللي احنا بنركز عليهم طول الوقت. انا بشكرك جدا استاذ احمد طهري، رئيس تحرير النادي الدولي. مش يعني لا هقدمك في اي وقت ولا هشكرك الا بالصفه دي. انت يعني في صفات كتير. الله يخليك يا صحفي. بالظبط. بشكرك وبشكرك على هذه المعلومات وعلى هذا التقييم، ونامل معك طبعا انه زياره القادمه تكون ان شاء الله زياره موفقه. ولما ترجع بقى ان شاء الله نقعد مع بعض نتكلم على الكواليس. لا نتكلم هنا على الكواليس. شكرا جزيلا. احنا بعد الفاصل عندنا حوار اعتقد انه لا يقل اهمية عن هذا الحوار. معايا الخبير خبير السياحي الكبير دكتور اشرف شيحة. كتير كلام عن السياحة، يعني هناك داء معروف ونحتاج له دواء. قد تكون هذه المناقشة خطوة على طريق نعرف بالظبط مفروض نعمل ايه عشان نخرج من أزمة السياحة في مصر. بعد الفاصل معي ومعكم الخبير السياحي أشرف شيحة.